والدي جاب شيخ الأساس إن هو يعمل رقية شرعية للبيت. تمام. وجه فعلا، وعشان انا كنت في الفتره دي تعبانه جامد، وجه وقرا قران عادي. يعني كان عندك كام سنه ساعتها؟ هي الكلام ده من سنه. من سنه يعني كان عندك كام سنه؟ كان عندي 21 سنه. صغيره قوي. جه قرا قران، فعلا قران عادي، وهو قاعد وكلنا مفيش مشكله. بس وبقى مشي في اليوم اللي هو مشي فيه، كلم والدي على اساس ان هو يتقدم لي الشيخ. الشيخ ووالدي قعد يشكر فيك وقعد يقنعنا ان احنا نوافق، لازم يعني ده كويس، ده محترم. طب سؤال، هو الشيخ ده اكيد كبير سنا؟ كبير؟ لا مش كبير. كان صغير؟ شيخ صغير. قعد يقنعني ووافقوا عليه، ده كويس، ده محترم، ده بيعرف ربنا، حافظ كتاب ربنا، ده هيراعي ربنا فيكي، ده هيحافظ عليكي. وقعد يقنعنا يعني بيه انا ووالدتي، فقعدنا شهرين وهو بيقنعنا بيه. وانت اصلا ما كنتيش مقتنعه؟ ما كناش موافقين عليه، لان هو بصراحه ما عندوش حاجه ان انا اوافق عليه. يعني ايه ما عندوش حاجه؟ يعني قصدك يعني مستواه الاجتماعي مش كويس؟ غير مستواه المادي مش هو ده الشخص اللي انا هوافق عليه. تمام. ففضل يقنعنا بيه لحد ما فعلا وافقنا. وجه الشخص دوت وقال طب روح اسال عنه، والدتي قالت له روح اسال عنه، خد فلوس من والدتي لان والدي ما بيشتغلش. يعني هو كان يعرفه قبل كده؟ كان هو بيقول ان هو تبع واحد، تبع يعرفه واحد اسمه امام. لكن انتوا ما كنتوش بتشوفوه قبل كده مع باباكم في اي مكان، تحت البيت، في الجامع، الكلام ده كله؟ لا، هو من اصلا من بلد واحنا في مكان تاني خالص. اه يعني ما تعرفوش اصلا؟ لا ما نعرفوش. تمام. وخد فلوس من والدتك؟ خد فلوس من والدتي. الشيخ؟ لا والدي، على اساس ان هو يروح يسال في بلده عنه. يعني خد ساعتها 200 جنيه ونزل سال، وجي قال ده كويس، ده محترم، ده الناس شكرت لي فيه، ده قالوا ما فيش شيخ زيه، يعني ان هو مش شيخ، ان هو حافظ كتاب ربنا، ان هو كويس يعني محترم. طب والدك بيعمل كده ليه؟ عايزك تتجوزي انت سنك صغير، يعني ايه الهدف؟ مش عارفه. هو مش قادر على مصاريفك مثلا؟ هو ما بيصرفش اصلا، عشان يبقى مش قادر على مصاريف. هو اصلا ما بيصرفش؟ هو ما بيشتغلش، هو مصري، هو قاعد بياكل ويشرب. امال مين اللي بيصرف؟ والدتي. والدتك بتشتغل ايه؟ بتشتغل لو حد طبعا تنظف سلم، تنظف شقه كده. فلما وافقنا عليه ما كملناش شهرين، لان حاجتي كانت جاهزه، انا كنت مخطوبه قبل كده وما حصلش نصيب بالشخص دوت، فحاجتي كانت جاهزه اصلا. فهو جاب حاجات ما تكملش 17000 جنيه، اوضه نوم وركنه وتكييف، بس تكييف اللي هو الصحراوي اللي مش تكييف. بس وجبنا الشقه في خلال شهرين، واتجوزنا. كان جايب معاه في الاتفاق واحد، ثلاث رجاله، واحد اسمه سيد، واحد اسمه عماد، واحد اسمه ايمن، ده عمي وده خالي وده ابن عمي، وان هم قرايبه يعني. وجم يتفقوا له طب والدك ما جاش ليه؟ والدي تعبان. طب والستات اللي فعلتهم فين؟ ما فيش غير ايمن؟ لا احنا ما عندنا الستات بتطلع من البيت، تبقى تشوفهم تبقى تشوفهم ولا حتى في اليوم ده، ولا الام تتعرف على والدتك ولا اي حاجه؟ لا تبقى تشوفهم في الفرح. حتى لما والدتي دخلت عشان تقعد في الاتفاق اللي هو العادي احنا قاعدين. طب ده ما خلاش والدتك تشك في اي حاجه؟ لا، ما في بلاد بتبقى عامله كده، انه فعلا الستات مش بتتقابل مع الستات. فجت والدتي تقعد حتى معاهم في الاتفاق، فلسه الراجل بيتكلم بيقول احنا هنتفق، قعد يقول لوالدتي اطلعي بره. مفيش ستات بتقعد في الاتفاقات بقى اكيد. فوالدتي قال احنا عادي ان احنا بنقعد في الاتفاق، ايه المشكله؟ فقعد يقول لوالدتي اطلعي بره. فاحنا سامعينهم من بره بيقولوا انت يلا عشان نتكلم. راح والدي عملوا زي الكلام خلصان، الكلام خلصان. يعني والدك حتى ما حاولش انه يبذل اي مجهود عشان خاطر؟ لا، قال له الكلام خلصان، احنا متفقين، الكلام خلصان. كلام خلصان على ايه؟ والدتي بقى اتدخلت في النقطه دي، والدتي مش فاهمه اي حاجه، احنا يعني فاهمين انه في الاتفاق. يعني ايه اللي اجبركم انكم يعني توافقوا؟ عجبك مثلا كعريس؟ لا. طب ايه اللي خليكي توافقي؟ مش عارفه. اتغصبتي عليه؟ لا، هو المشكله مش غصب برضه، الزن. والدي فضل يقنع فينا وقعد يتكلم كتير عنه ان هو كويس، هو شخص كويس. فانت اتوهمتي وتمام خلاص هو كويس؟ هو انا والدي بيعرف يقنع جدا، هو يعني بيقنع اللي قدامه يعني. هو والدك؟ طب والدك واخد منه فلوس؟ لا ما اعتقدش، مش عارفه بصراحه سواء خد منه فلوس ولا لا. طب كملي. فاتجوزنا بعديها بثلاث، حتى في الفرح ما جاش حد من الستات. انا والدي تعبان جدا وفي المستشفى ما بيموت، طب ما جوش ليه؟ طب كنا اجل الفرح. لا انا مش اجل الفرح والمصاريف وورايا شغل ومسافر، وضربنا في قصه تانية خالص. وجم حبه رجاله مع اللي جم معايا في الاتفاق. ما انت قلت الستات هيجوا في الفرح. والدي تعبان بيموت في المستشفى، طب ناجل الفرح خلاص، مش هنعمل فرح. واليوم ده اتخانقنا
ومش عايزه خلاص ناجل الفرح ومش عارف حاجه كانت في حاجه غلط. فضل بقى فعلا في حاجه غلط فضل ينبئ يعني يقنع فينا لا طب هيجوا في الشقه هيتعرف عليك عشان هم مش هينفع يسيبوا والدي ومش عارفه هيجوا في الشقه بعد ما تتجوزوا. طب انتوا كاتب الكتاب اتكتب امتى؟ وكان في شهود من عنده ولا ايه؟ الشهود هم اللي كانوا مأجرهم على اساس ان هم اهلهم مأجرهم هم مش اهله هم ناس تبعه في الشغل وكان ده اللي اكتشفتيه بقى مؤخرا بعد كده. طب كمان والمأذون تبعه مش من عندنا خالص كمان من بلده وقريبه وطلع مأذون في الاخر ولا مأجره؟ لا مأذون مأذون متجوزنا بعدها الشهود من عنده صح؟ من عنده هو نفس اللي كان مأجره هم نفس اللي كانوا موجودين لما جيت اقدم بالظبط. بعدها بثلاث ايام بالظبط نزل يجيب طلبات عدى من عند كمين التبين فكان هو شاري عربيه فاتمسك بيها لبس في رخصه مزوره مزور رخصه اتحبس 45 يوم في 45 والعربيه مسروقه طبعا؟ لا مش مسروقه امال هي الرخصه بتاعتها منتهيه وكان في لخبطه في الرخصه اللي على حسب اللي قالوا بعد كده بس هي الرخصه مش العربيه مش مسروقه بس الرخصه فيها مزوره فيها هو تقريبا كل اللي قالوا ما طلعش حقيقي اشمعنى دي اللي مصدقاها؟ لا ما عشان دي سالنا فيها رحت المحكمه وسالنا المحامي فالمحامي اللي قال لنا حصل له ايه بقى لما اتمسك 90 يوم بقى دول 45 يوم 45 يوم في واحده بترن عليا انا مراته انا معايا منه ثلاث عيال تمام اساسا بقى اساسا يعني طلع متجوز ومخلف وجوزني وهي حامل في الطفل الثالث